ايه؟ انا بقالي فتره كده حاسه في حاجه مش مظبوطه. حاجه ايه؟ في حاجات في جسمي قلقاني، قلبي مقبوض منها. ليه ما قلتليش من ساعتها؟ عادي يعني، ما انا قلت يعني مش لازم اقلقكم، اروح للدكتور واطمن بلاش يعني تقلقوا على الفاضي. الفاضي؟ انت كنت لابسه كده وراح للدكتور؟ لا، ما انا سالت صحابي قالوا لي روح للدكتور في معهد الاورام. معهد الاورام؟ الله خير، بس النبي صالح عشان خاطري بلاش تجيب سيرة الولاد، مش عايزاهم يقلقوا على الفاضي. طب يلا يلا عشان ما تتأخرش. يلا انت جاي معايا ولا ايه؟ في ايه؟ حسابك تروحي لوحدك ولا ايه؟ يلا بينا. يا صالح مش هينفع، انت عندك شغل. ما يولع الشغل، ماما تطمن عليكي. يلا يلا يا حبيبتي، يلا وان شاء الله خير.